إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وبعد، تكملة للمناظرة اللي بيني وبين الأستاذ الإكريليكي سايمون في أيهما أقوى، يسوع الرب عندهم رب الكنيسة أم الشيطان؟ نكمل موضوعنا ونشوف إيه النظام. لو طولنا في المقدمة علشان المناظرة على طول، جر الفيديو، قدم الفيديو الخمس دقايق دول او الدقيقتين دول وخش على المناظرة على طول، جر الفيديو، سرع الفيديو. يعني احنا في انتظار الاستاذ سايمون لدخول البث، والله المستعان. موضوعنا في انجيل متى اصحاح 4 العدد من 1 مش فاكر ل10 او 8، في تجربة الشيطان لرب الكنيسة يسوع، ده موضوع مقارنة بينهم، أيهما أقوى، الشيطان أم يسوع؟ هل يسوع هو الله أم لا؟ ده اللي هنناقشه بإذن رب العالمين مع الأستاذ الخادم للكنيسة الإكريليكي أستاذ سايمون سامي عياد. دخلت يا سايمون ولا لسه؟ يا هلا، انضم الينا سايمون، ابعت الاضافة بقى. بسم الله. جاري الاضافة لسايمون. يا هلا يا هلا بيك يا استاذ محمد، الحمد لله كده طيب ندخل على موضوعنا على طول، ندخل في موضوعنا على طول، ندخل في موضوعنا. اتفضل. اخر حاجه وقفنا عليها ان الرب عندك، طبعا يسوع ده هو الله عندك، صح؟ طبعا صح، هو الله عندك. قلنا اخر حاجة في إنجيل متى إصحاح 4 العدد 5، الشيطان بيعمل إيه مع الرب عندك؟ بيقول ثم أخذ إبليس، أخذه إبليس يعني أخذ الرب عندك إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي بها به يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك كي لا تصطدم بحجر رجلك. النقطة الأولى، نعم، الشيطان بيؤمر الرب عندك بالانتحار؟ ما هو قال له اطلع فوق الجبل وارمي نفسك من الجبل. شفت التفسير ده؟ هو بيؤمر، يعني هو يعمل اللي هو عايز يعمله، يجيب آخره، كأن هو واحد ايه، هو فاكر نفسه ان هو قوي وان هو هيقدر يوقعه زي ما وقع الانبياء اللي قبل منه، فبيقول له الكي ارمي نفسك. رد السيد المسيح عشان ايه؟ قال له بس احنا ليه هنخرج ليه؟ استنى بس، مش احنا قلنا كلمه 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 حلوه قوي. اسمع اسمع مني بقى الان، يعني انت بتعتقد ان الرب عندك الشيطان امره انه يرمي نفسه من فوق الجبل ينتحر، واضح؟ انت رحت فين؟ الصورة عندك اختفت. يعني انت بتؤمن بإله امر الشيطان بالانتحار، انت سامعني ولا لا؟ ثواني هكون معاك دلوقتي. صواني ايه وحلل ايه؟ انت اتقلبت ليه؟ اعدل نفسك كده زي ما كنت، اعدل التليفون. ايه اللي حصل؟ اصبر. مش عايز، انا مش عايش على بازار. برضو يا ابن الحلال اصبر، هتدوخنا معاك. التليفون، سيب ثواني التليفون نايم على جنبه، سيب التليفون نايم على جنبه.
حاضر حاضر. مش عارف ايه كده اللي حلوة حصل. أوي. الله، رجعه زي ما كان. ما هو بس المشكلة ان مش جايب كده صح، انا كده مش شايف نفسي. لا، هو كده انت صح كده 100 100، وظاهر عندي 100 100. ابعد بس التليفون سنة صغيرة عن وشك كده واتكلم، بس سيبه على كده، وقفه على كده. كده السؤال كويس؟ بتاعي اهو، يعني انت دلوقتي بتؤمن ان الشيطان عندكم امر الرب عندكم انه ينتحر؟ أمر بيعرض عليه عرض، لكن هو ما أمرش، هو بيقول له ارمي نفسك، ده عرض. ايوه. لا 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 لا، ده كلامك غلط، ده فعل امر. استنى يا ماشي. سيمون، انا اقول لك اصل ده اسمه كده في اللغه، اسمه فعل امر. لما اقول لك كل، لما اقول لك ارمي نفسك، لما اقول لك اشرب، لما اقول لك اطلع فوق العماره، لما اقول لك انزل من العماره، لما اقول لك سيب التليفون، امسك التليفون، كل ده فعل امر، كل ده فعل امر. فالشيطان اللعين يؤمر رب العالمين انه ينتحر ويرمي نفسه من فوق الجبل يا رجل. مش هو بيقول له انت مكتوب عندك ان الملائكة هتحملك، ارمي نفسك بقى عشان نشوف هيجي الملائكة تحملك ولا لا. هو عايز ارجع يعرف، ورا، عايز يتأكد. ارجع ما ورا انا راجع سنة، وراه اهو. ارجع كمان، ده مش موضوعي. لا هو في حاجة مش مظبوطة انا في موضوعي المسألة. فعل امر. اي بس اثبت على كده. انت عارف لو جيت ناحيتي تاني هتلاقيهم بتعمل لك كده بالبوكس، ما تجيش عليا خالص. ماشي حاضر اهو. انا موضوعي ان ده فعل امر. الاله عندكم الشيطان بيأمره، بيقول له ارمي نفسك من فوق الجبل، بيأمره بالانتحار. بس الان احنا اتفقنا انه فعل امر. المسألة التانية بقى، الشيطان الرجيم يأمر الإله أن يقتل نفسه من فوق الجبل. طب ما أنت بتقول لي طب ما أنت عندكم الرب ما رضيش يتقتل فوق الجبل وقام رايح قاتل نفسه على الصليب. هو الرب عندكم مش باختياره اتقتل على الصليب، ولا أنا غلطان؟ ما هو ما انتحرش ايوه فوق احنا الجبل. هنتكلم في الصلب ولا نتكلم في التجربة؟ هو في موضوعنا بس، يعني زي ما اقول كده، ايه، مش ساعات احنا بنتكلم في نقطة والنقطة تاخدنا لمستوحى تاني. يعني الرب عندكم لما الشيطان امره ينتحر يقتل نفسه على الجبل، ما راحش قتل نفسه على الجبل وراح قتل نفسه على الصليب. ايه الفرق بقى؟ علشان ده هنا بيقول له انا عايز اعرف انت مين، انما السيد المسيح جاي عشان يتصلب، علشان خاطر يفدي البشريه. هو جاي عشان كده، هو عايز يمنعه عن الصلب بقى، هو الكلام ده عايز مش صحيح. يمنعه عن الصلب. لا طب اقول لك ايه، صحيح، لا طب استنى، اجيبه يعني ايوه، هنخرج من حد ثواني، هنخرج سنه صغيره. انت بتقول ان هو جاي عشان يتصلب، يسوع جاي عشان يتصلب. طب انا عندي نص انجيلي من كلام يسوع نفسه ذات نفسويته بيقول ان هو لم يأتي للصلب. ها، ايه رأيك؟ فين هو؟ عنيا، عنيا، عارف عنيا؟ افتح ايوه النص اللي بيقول، سواء لما اجيبه لان انا ما مش عندي، فانت اللي استوحيت الموضوع ده، فخليني كده. هذا قد ارسلت، سواء لما اجيب لك النص هتلاقيه في انجيل، هتلاقيه في انجيل. انت ثواني لحظه، الاول هسالك السؤال عشان اجاوب عليه. انت بتقول ان يسوع جه وارسل عشان يموت على الصليب ايوه عشان يفدي الخطيه؟ بص بقى، انا ايوه هجيب لك كلام يسوع نفسه ان الكلام اللي انت بتقوله غلط. انا عارف ان الكلام ده كلام الكنيسه. بص يسوع بيقول ايه في انجيل لوقا اصحاح 4 عدد 43، بيقول ينبغي لي أن أبشر المدن الأخر أيضا بملكوت الله لأني لهذا قد أرسلت. كلامك غلط بيسوع نفسه، يسوع ما جاش غير عشان يبشر بملكوت الله. خد النص أهو، افتح النص هتلاقيه في إنجيل لوقا إصحاح 4
عدد 43. يلا عندي نص تاني بس بعد ده، ان الكلام اللي انت بتقوله غلط. يسوع ما جاش عشان يتصلب، ولا جه عشان يموت، ولا جه عشان يتعذب على الصليب، ولا الكلام ده كله. جديدة طيب انت عليك. ها حضرتك قلت النص ده، انا بقى هثبت لك برضو من انجيل لوقا ان السيد المسيح جاي عشان يتصرف. لا 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 لا، بس الأول هترد على النص ده. طيب عشان الصلاة، إيه ارد رأيك؟ عليك ايه؟ الشر هو قال انا مش جينا، هتصلب، طب ثواني انا ثواني، جاي خلينا ابشر الامم وابشر المدن. هو قال انا مش هتصلب. تمام. بعد نص ساعة كده فاضي، لأنها بتاعت حالة عشان الصلاة، نص ساعة بالضبط، وأكلمك تكون جهزت حتى الرد، تكون جهزت الرد براحتك كده، بتفنيده بمش عارف ايه، بعروتوشه، بتفاصيله، تمام؟ وهجيب حضرتك من الاربع اناجيل ان يثبت ان السيد المسيح بيقول جاي للصلب، جاي من عشان اربع يتصلب اناجيل. ويموت، ما فيش مشكلة، هات ان هو يتصلب ويموت ويتقتل والكلام ده كله. يلا. حاضر بيقولوا ماشي، take your time يا سايمون، take your time. ربنا نص ساعة معاك، ربنا يلا بإذن سلام. ربنا إن شاء الله. سلام، ربنا معاك. سلام.